أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة تعلن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالكوليرا في مناطق شمال غربي سوريا إلى 10,059 إصابة. وفاة 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين جراء حادثي سير منفصلين بريف إدلب الشرقي والغربي. مقتل 2 وإصابة 8 آخرين إثر انفجار مجهول في مبنى سكني قرب دوار معراتة في مدينة عفرين شمال حلب. وزارة الدفاع الأمريكية تقول إن القوات الروسية في سوريا تقوم بأعمال تشتت عمليات واشنطن العسكرية ضد تنظيم الدولة في المنطقة. مظاهرات مستمرة في السويداء للأسبوع الرابع على التوالي تنادي بإسقاط الأسد ونظامه وتطبيق القرار رقم 2254. مصرع 11,300 وفقدان أكثر من 10,000 آخرين جراء الفيضانات في مدن شرقي ليبيا بسبب الإعصار المتوسطي دانيال.